قلب فين الزمن قمت اقول نكت ومسخره عشان اضحك ومنو الاشكال هاللي قاعده. من السبب اللي حرولني كذي؟ نتفت مدير انتاج. شنو هو مدير الانتاج؟ مدير الانتاج مطراش يشتغل عند المخرج. المخرج يقول له قم راح تجيب لي ممثلة الحين، فذ قم راح تجيب لي عشاء حق الممثلين. مو شغلي تجيب لي حصان ازرق عنده ثلاث ريول، تصرف يا اخي. ماكو احسن مستشفيات بفلوس. حادث مروري شالوا المصاب حطوه في الحمالة بودون المستشفى، قال لا وخذوني على مستشفى فلوس. وفعلا مستشفى فلوس، قال له بعد 6 أشهر راح أخليك تمشي. وفعلا الريال بعد شهر باع سيارته وقام يمشي. السبب إن في هذا الشيء إن المرضى اللي عندنا غير عن المرضى في كل العالم. شلون؟ وين صارت في الدنيا كلها إن يدش المريض لابس الخاتم ماله غرفة العمليات ويرفس الباب على الدكتور كذي يطالع ويريد يصك الباب؟ الدكتور راسه ببطن المريض، سمع الصوت رفع راسه طال، ما لقى أحد.